أنت اقرأ تتثقف من جهل النبرة، فقراءتنا وثقافتنا أول أمر في القرآن. فلنتفكر فلنتأمل نتدبر نبحر نتخيل، آفاق المعرفة سماء نطلق فيها كل عنان، بالعزم بنور الإيمان بالجد بصبر وتفان، نتقن في علم في عمل فالله يحب الإتقان، بالعزم بنور الإيمان بالجد بصبر وتفان، نتقن في علم في عمل فالله يحب الإتقان. ثلاث ثورات صناعية غيرت العالم وكلها مكملة لبعضها. الثورة الصناعية الأولى أحد أهم الثورات اللي شهدتها البشرية، هو انتقال البشرية من الزراعة إلى الصناعة، فقد كانت في القرن 18 وظهرت المدنية ومدن كثيرة حول العالم مثل بونس آيرس، نيويورك، شيكاغو، باريس ولندن وغيرها الكثير. والثورة الصناعية الثانية فقد كانت قبل الحرب العالمية الأولى، وظهرت اختراعات جداً مهمة فيها، المصباح الكهربائي، الهاتف، سكك الحديد، وأيضاً اكتشاف النفط. أما الثورة الصناعية الثالثة هي اللي أعطتكم الإمكانية أنكم تشوفوني في هذه اللحظة، طلع فيها الإنترنت وهواتف الذكية والتطبيقات الاجتماعية وغيرها الكثير. والآن نقف على باب الثورة الصناعية الرابعة اللي طلع منها علم النانو والروبوتات والذكاء الاصطناعي وغيرها أيضاً. ولكن سؤال، هل ستؤثر علينا هذه الثورة ونصير كسالة؟ يعني بعطيكم مثال، 7 ضرب 15 كم؟ هذا وانت مهندس. الكثير منا للأسف راح يستخدم الهاتف الذكي للإجابة على هذا السؤال. أصبحنا اتكاليين عزائي بشكل كبير على التكنولوجيا، واسأل الله العظيم أن لا نكون منفذين غير مبتكرين. والسؤال الأخطر، هل ستكون الثورة الصناعية الرابعة آخر ثورة نشهدها، ولا ستكون هناك ثورات صناعية أخرى؟ جائحة كورونا تغير العالم بشكل كبير، واصبحوا يعتمدون على الأونلاين بشكل كبير. أنا أمام أحد أكبر شركات التوصيل في كوريا. تخيلوا أن 50% من المبيعات في كوريا تنباع أونلاين والنسبة في ازدياد. دعونا وياكم نتعرف على أكبر تطبيق للتوصيل في كوريا. Hello, hi man, how are you? Fine, how are you, Alex? Very good. Nice to meet you. Nice to meet you. Tell me about the robot itself. This is our self-driving robot, Dilly. We believe using robots to deliver food, we believe we can generate a system where human riders and robots can work together to efficiently deliver food and also small items. When your company started? Our company started from 2010. So how long have you been testing this inside your office? We have been developing and testing these robots for a year and a half. And now this robot serving an ancient airport, right? طريقتهم جدا ذكية أعزائي المشاهدين. تخيلوا أن هذه الروبوتات جربوها في مكتبهم الخاص. جربوها في مكتبهم لأكثر من سنة يتأكدون فعاليتها. يعني يجيب القهوة من الكافيتيريا اللي عندهم ويوصل الملفات يجيب أوراق. ويوم أثبت جديته في مكاتبهم أقنعوا أحد أكبر مطارات في العالم مطار أنشن بأن تكون هذه الروبوتات موجودة فيه، وأثبت فعاليته أيضاً في المطار، والآن بدأوا يوزعونه على كل الأحياء هنا في العاصمة الكورية سيول. فكرة جداً ذكية أنهم آمنوا هم بالفكرة وطبقوه على أنفسهم قبل لا يطبقونه على الغير. ولكن إحنا أعزائي ويقولون ما حد يقول عن زيت وعكر، إحنا في إتقان هذه السنة عندنا تجارب. So now I will order from a place around this zone.
and then I will see how will it work. Yes, don't worry. The robot is ready for you and everybody else. Let's Hope go. So. Bye. والآن بنجرب التطبيق بنشوف كم الوقت اللي بننطر فيه إلى أن يوصلنا القهوة الحارة. إحنا تقريباً على بعد 3 شوارع من الروبوت. الأجمل من هذا أعزائي أنهم طلعوا من مرحلة البحث والتطوير ودخلوا إلى مرحلة التطبيق بعناية. أوكي، هذا أشوف الروبوت يحاول ينطر الإشارة لين بصير خضراء وبيقطعها. والكوريين أعزائي مؤمنين بشكل كبير بأن هذا هو المستقبل. يعني أوكي، شركة طلبات هي شركة عادية، يعني طلبات توصيل طلبات وأكل، ولكن حاولوا يدخلون فيها الابتكار بطريقة جميلة، بطريقة مبتكرة، وأثبتت فعاليتها، والآن بدأوا يطبقونها في أكثر من مدينة في كوريا. إشارة حمراء صارت خضراء، قاعد يمر الروبوت الآن، قطع الإشارة. إن شاء الله تكون حارة قهوتنا. هذا هو بدأ يوصلني، يقراني من الكاميرا اللي عنده لين الموقع. هلو، لكم أن تتخيلون الموقع اللي طرشت له. فوقتها وحارة واثبتت فعاليتها في هذا الجو الصعب. هذا هو المستقبل أعزائي. نيفر إحدى أكبر الشركات التكنولوجية في العالم والأكبر في كوريا الجنوبية من حيث القيمة السوقية. تأسست عام 1999 وتدير مجموعة كبيرة من الخدمات والمنتجات التقنية، حيث يعتبر محرك البحث الخاص بها مثلاً منصة تكنولوجية متكاملة. أول ما وصلنا إلى جمهورية كوريا كنا بنزور أحد المواقع، فسألناهم طرشوا لنا جوجل ماب على الخرائط على اللوكيشن، قالوا لنا نيفر. استغربت، نيفر إيش فيكم ليش؟ قالوا نيفر. بعدين اكتشفت بأن نيفر أحد أكبر شركات التكنولوجيا في آسيا وأكبر شركة تكنولوجيا في كوريا الجنوبية. Hello. Hello. Thank you for having us. You're welcome. So, Yan, why you did not accept my Google Map? It's because most Koreans use Naver Map instead of Google Map. Okay, Naver. Mm-hmm. What's Naver? The Naver is number one Korean IT company, which is similar to the combination of Google, Amazon, Netflix, and PayPal. So we're talking about PayPal. That's you have financial yes. application, and then you have search engine, mm-hmm. and then you have e-commerce. Yes. ما شاء الله، إحنا نتكلم عن أحد أكبر شركات تكنولوجيا في كوريا الجنوبية، فيها طريقة دفع ذكية، وفيها أيضا ذكاء اصطناعي، وأيضا فيها جهاز بحث كامل مشابه لجوجل. So when did this company start? It started in 1999 as a startup with less than 10 people, but then we evolved into a company with various services like e-commerce, pay, and fintech, and also contents like webtoons and web novels as well. جميل جدا أعزائي أن نرى الإتقان والإبداع أيضا. هذه الشركة كما سمعتوا عنها نيفر بدأت في سنة 1999 ب10 أشخاص فقط، واليوم في 2024 تصل قيمتها إلى 26 مليار دولار بأكثر من 12 ألف موظف. So we are talking about 24 years only and there is flourishing accomplishment here in this company. Yes. What's next? So with our new technologies like AI, robotics, cloud and digital twin, we are trying to expand our business into other countries including the Middle East. Also, you are coming to my region. Yes, we are also planning to. جميل جدا أعزائي أن الآن سنشهد شركات آسيوية راح تدخل السوق الشرق الأوسط وستنافس أحد أكبر شركات التكنولوجيا عندنا في الشرق الأوسط. Thank you so much. Thank you. لفت انتباهي هذه الكلمة AI Recycling. تخيلوا قمامة تكرمون بالذكاء الاصطناعي. هذا ليس المستقبل بل الحاضر. كل شيء في هذا المبنى معتمد على الذكاء الاصطناعي، حتى القمامة تكرمون. خلنا نرويكم. يعني تخيلوا عندنا بلاستيك وعندنا ورق،
ندخلها من خلال ضغطة واحدة فقط. يعني تذكرون أسواق لما مريت في المولات يعطونكم 4 إلى 5 تقسيمات، ورق، أكل، بلاستيك، الآن كلها صارت بالذكاء الاصطناعي. يمكن البعض يعتقد أن هذه العملية جداً بسيطة، ولكنها سهلت عمليات الفرز بشكل كبير من المرحلة الأولى. مقولة باب النجار مخلع مو موجودة إطلاقاً في كوريا. يعني شوفوا هذا الروبوت بدل مهنة المندوب، يعني موظف موجود فوق بغى أوراق يطلبه من خلال هذا الروبوت، يعني هم طبقوا الإتقان قبل أن يصدرونه. هلو سانشين. هاي علي. How are you? Good to see you. I'm good. Thank you. أعزائي سانشين أحد أهم الشخصيات اللي موجودة في هذا المكان والمدراء والمسؤولين أيضاً عن التطوير في شركة نيفر. So you have developed this. Yes, we did. Is it out yet in the market? Not yet. What's so special about the two arms? 우리는 이 로봇을 사람이 하는 그런 태스크들을 직접 로봇이 실행함으로써 사람을 직접적으로 도와주기 위해서 이 로봇을 개발하고 있습니다. So, مثل ما تفضل هو اليوم أن الكثير من الروبوتات معتمدة على الذراع الوحدة، قام وطور ذراعين حتى تبدل كثير من الوظائف. So, what can this robot do? Yeah. 아직 연구 중이긴 하지만 우리가 이제 이 로봇 하드웨어를 가지고 이제 만들려고 하는 거는 사실 이 로봇이 사람이 하는 모든 동작들을 다 배울 수 있도록 하는 게 목적입니다. 원격 제어 장치를 통해서 사람이 액션을 합니다. 플러그를 꽂거나 감자를 깎거나 하는 동작들을 함으로써 그 동작에 대한 데이터를 이제 데이터베이스에 기록을 하고요. 이 데이터를 모은 다음에 로봇에게 AI 기술을 이용해서 로봇이 그러한 동작들을 스스로 배울 수 있도록 하는 AI 연구들을 진행을 하고 있습니다. 재미있 جدا. تخيلوا بأن هذا الروبوت هذه الشركة عندهم آلية دفع وعندهم الذكاء الاصطناعي وعندهم أيضا محرك البحث. كل هذه التكنولوجيا جمعوها في هذا الروبوت حتى أنهم إذا دخلوه في السوق راح يدخل بشكل متكامل الأطراف. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. أهلا بكم في العاصمة الفرنسية باريس. طبعا تعودنا أن تكون فرنسا صاحبة القوة الناعمة، الأجبان، الموضة، العطور وغيرها، ولكن أعزائي نحن هنا من أجل التكنولوجيا. فقد احتلت فرنسا في عام 2022 قائمة التكنولوجيا في كل أوروبا. إتقان، كم هو الناتج المحلي لفرنسا؟ الناتج المحلي لفرنسا 2.8 تريليون يورو. على بركة الله. داخل أول شركة روبوتات في فرنسا، تأسست هذه الشركة في سنة 2006 تحت اسم United Robotics Group، ويعتقد أنها راح تكون الأكبر في كل أوروبا. ولكن أعزائي خلوني أعرفكم على Pepper، وهذا الروبوت ما يميزه أنه هو أول روبوت اجتماعي. كيف اجتماعي؟ باستطاعته أن يقرأ المشاعر. يعني مثال شخصية المخرج ومزاج المخرج مختلف مثلاً عن مزاج المقدم تماماً، باستطاعته أن يميز من هو المخرج ومن هو المقدم من خلال المشاعر ومن خلال الشخصية. وقد أثبت بيبر جديته في الكثير من القطاعات من ضمنها التعليم والصحة وحتى الضيافة، وتم تطبيق بيبر في مطار فرنسا الدولي. دعونا نتعرف وياكم على المصنعين. يلا بلوتو كم تعال. انجينير إيميل، دفرت لي بلاجر تميت يو. هلو علي. هلو. هلو بيبر. Hello, human. How are you? I'm good. Can you give me a fact about Qatar? Qatar is a country located in the Middle East, on the northeastern coast of the Arabian Peninsula. Yes. Its capital is Doha. It is known for its rich oil and gas reserves, which have contributed to its rapid economic growth. Qatar is also famous for its modern architecture, luxury shopping malls, and world-class restaurants. Additionally, it is home to Al Jazeera, a prominent news network. So are you excited now to come to Qatar? Yes, I would very much like to visit. Excellent. So how many elements
in that robot? So there's a lot of different layers. There's a hardware layer, which is common to all Peppers. And then on top of this, we have an SDK that allows anybody to program the robot. And here we have a dedicated application using ChatGPT. I heard very interesting fact that this robot can read your emotions. How can you do this? Pepper is capable to interpret which people seem to be interested in speaking, and based on algorithms we made, can detect your level of happiness, of interest also. جميل جدا اعزائي ان نرى هذه الروبوتات في قطاع التعليم وخاصه في مرضى التوحد يساعدهم بشكل كبير لمرضى التوحد وايضا يعلمهم لغات ويعلمهم الرياضيات ويعلمهم امور عده في قطاع التعليم هنا في فرنسا طبقوا واثبتوا جديته في هذا القطاع ولكن اكون صادق معاكم انا ما احب شركات الروبوتات لان كل شيء عندهم سري يعني ودي اقول لكم اللي قال لي اياه قال لي سري وقعنا على اوراق كثيره you don't want to tell me what's the near future look like right Ourselves, we don't know what the near future looks like, and we're also very curious to see what is going on. But we try to be open about what we're doing. There's a lot of our source code is shared on the internet, open source. This company established in 2006, and since then we are now 2024. Do you see a huge demand on robotics? Yes, there's been quite a lot of expansion about robotics. Robots are increasingly everywhere. الحلو جميل الجميل أيضا أنه لا زال يطالعني ينتظر مني سؤال. Okay, Pepper. Hey, what's your name? My name is Ali. Nice to meet you, Ali. Yes. How can I assist you today? How many languages do you speak? I am programmed to speak multiple languages, including English, French, Spanish, and Japanese. What are you capable of? I am capable of various tasks such as speech recognition, facial recognition, object detection, and even dancing. Let's talk about the robotics here. We have one, two, three. Tell me the difference between them. The technology-wise, they have a lot of common points, but they have different use cases. So now is the first one we had launched back in 2006. It's very much used in education because he's small, he doesn't scare kids. Pepper is more of a welcome robot, a social robot, optimized for talking to people and attracting attention. And Plato is more of a service robot, and Plato's job is more to bring items, typically in a restaurant or in a hotel. Do you really think we need robots? Do you think it's a necessity to our life? Having robots to help assist with elderly care or do very repetitive and tiring tasks can be very useful to our societies. But there's also an aspect that a lot of people just find robots very cute. It's more of a friendly education companion and something that people enjoy that makes teaching more fun. Now it's just walking around. This is one of the programming activities we have like for small children because we have a lot of platforms from early education to advanced research in robotics. جميل جدا اعزائي تعرفنا على هذه الشركه والاجمل من ذلك الان سندخل الى العقل المدبر الار ان دي البحث والتطوير ثانك يو سو ماتش فور يور تايم ثانك يو علي ديفرنت بلاجر يلا خلال انتاج هذه الحلقه تساءل معكم اعزائي إلى أين يتجه هذا القطاع وهذه الصناعة صناعة الروبوتات لذلك سنسأل الرئيس التنفيذي وأحد رواد القطاع في هذا المجال توماس Definitely a pleasure to meet you Nice meeting you I heard good stuff about you Me too Let me ask you this question Thomas How do you see this industry going and what's the near future of the robotics Robots will enter our lives as we don't haven't seen before So robots has been typically placed in an industrial area But now robots coming into our public life because they help us to make our life easier. But Thomas, when I read your CV and your background, it's full of oil and gas. But now you switch completely to robotics. What's the link between them? The one link between is that my former company was also a portfolio company of our current owner. And now the current owner was determined to go into robotics. On the other side in oil and gas, what I've learned is when we talk about maintenance processes, right? You have a lot of hazardous areas where people don't want to go or can't go or you don't find enough qualified people. And there's where robotics and automation solutions for us come together. أعزائي سألت هذا السؤال عشان شيء دار في بالي من بدينا نسوي البحث والريسيرج عن موضوع الروبوتكس دائما قطاع الغاز وقطاع البترول يظهر لنا بشكل كبير. لما دخلنا البحث عن عالم الروبوتات والأوتوميشن اكتشفنا أن أكثر المستفيد من الروبوتات هو قطاع الغاز والبترول فالتمديدات كلها تعتمد على زر واحد يعني حتى الرؤية العامة لنقل الغاز أو حتى البترول تعتمد بشكل كبير على الروبوتات وعلى الذكاء الاصطناعي How do you see the future 10 years, 15 years? Do you think we will lose jobs?
we will definitely have a shift from what we're doing today, especially when we say repetitive tasks. So repeating things, where humans are not good in repeating always the same things. So there you will see a lot of robots, a lot of automation. But then on the other side, we as humans, we are very good in creativity, in empathy, and more complex tasks. So we will create new jobs on that area. So I think it will be just a shift from one end to the other. By my traveling around the world, I've been to Korea and the United States, searching for robotics and AI. I see we are still on the edge. We, as a human, we're not really sure about the robotics can take over. When do you think we'll be very confident that the robots will take over many sectors? I think it's about the humans learn more, right? At the moment, we are more suspicious. We don't know what it is because we think it's so different and so powerful on the one side. But we will learn very soon that an algorithm like AI and a robot can only do what he's programmed for. That it will be not so scary anymore because we get more used to it. So it will be a collaboration between a robot and the humans, and it will be natural. You know, Jack Ma, the founder of Alibaba, is very conservative to integrate the AI with robotics. What's your take on this? Well, the question is, what is AI? AI is a big buzzword, but the AI needs a lot of data to get to learn from. In other areas where we don't have this data, AI cannot do so much. جميل جدا أعزائي أن نرى المستقبل القريب اللي راح يكون فيه الكثير من الروبوتات وبيكون فيه الكثير من الذكاء الاصطناعي. مثل ما تفضل توماس، يجب أن لا نخاف من هذا المستقبل، بل أن نزوده بالمعلومات ونتأكد من جاهزيته ومن ثم دخوله إلى مجتمعاتنا بكل ثقة. توماس، thank you so much. Thank you very much. Thank you. هذه الغرفة الوحيدة في كل فرنسا لغرض جدا مهم. شوفوا أعزائي، هذه الغرفة معنية بقياس الذبذبات حول الروبوت. تذكرون الروبوت اللي كان يلحقني؟ كان يقيس البلوتوث والوايرلس وأيضا الأجساد القريبة منه. خلنا نأخذ بعين الاعتبار بأن هذه الشركة باعت أكثر من 40,000 روبوت. هناك منافسة جدا في عالم الروبوتات، وكل ذلك لخدمتنا احنا وخدمة البشرية. الثورة الصناعية الرابعة هي عنوان القرن الحالي، فما كنا نراه خيالا قبل سنوات قليلة أصبح اليوم حقيقة وواقعا. ولم يعد شكل الروبوت مثيرا للدهشة والغرابة وهو يتجول بين المارة، بل على عكس ذلك، فقد تحولت الروبوتات من مجرد أدوات تكنولوجية إلى أصدقاء يساعدوننا ويثرون حياتنا. كما أصبح التمكن من أدوات العصر الحديث شرطاً أساسياً للبقاء في هذا العالم الذكي المتطور والمتغير باستمرار. نطلق فيها كل عناد.